شرف عظيم أنكم يعني درتونا زيارة مثل هذه، رحبوا بكم. بو كما طرحت لي السؤال من ناحية الفكرة، نحن كما نقولوا ولاد الدوار، هزينا يعني تقدر الفكرة من الدوار جبناها للمدينة، يعني من الأصلية للعصرية. الحمد لله الطريقة اللي رانا نأدوا بها طريقة كما نقولوا قديمة تاع جدود، والحمد لله توفيق من عند الله، لأن هذه المادة مباركة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله حبيناها. وكان تدعيم نتاعنا من الوالدة، ربي يطول في عمرها إن شاء الله وربي يعطي لها صحتها إن شاء الله، والحمد لله. ودوك ندخلوا ونشوفوا طريقة التحضير كيفاش رانا راح نحضروا إن شاء الله. حنا نبداو طريقة التحضير من الآخر الأول، حنا نبداوها من الآخر للأول. بو هذا كما راك تشوف هنايا، هذه هي الزبدة اللي راح نحضروها من الحليب، باسكو حنا نعتمدوا على الحليب. الحليب هو مادة أساسية، مادة أولى. بو ما نحكيوش على المكونات تاعها وذيكم هنا. بعد تحضير الحليب، تفضل معايا يا أستاذ. ها هو راه كما راك تشوف، هذا اسمه راه محضر مباشرة للاستهلاك كما راك تشوف. هذا ثاني راه محضر جاهز للاستهلاك. هنا المادة الأولية اللي لازم نركزوا عليها وهي الحليب. ها هو راه كما تشوف، هذه هي المادة الأولية. هذه المادة الأولية اللي رانا مركزين عليها. بو تفضل معنا أستاذ. هذا المخبر تاعنا وطريقة التحضير والأداء هنا اللي نقوموا به، اللي بالمادة الأولية نحضروها هنايا كما راك تشوف. بو طريقة التصفية وطريقة التعقيم وطريقة لي تكنيك سيونتيفيك كما نقولوا، باسكو فيها دي تكنيك سيونتيفيك. بو هنا يتحضر لطريقة الروبان، بعد طريقة الروبان مباشرة يتحول للتحويل اللبن. هنا مثلا قال هذا هما الشكاوي اللي نخدموا بهم كما نقولوا تاع بكري، سي بور سا يخرج البن تاعنا مليح ولا كاليتي تاعنا مليح كما راك تشوف فيهم هنايا. نجي نحولوا الحليب منا، يدور مدة ساعة، نص ساعة، 45 دقيقة، على حسب كما كنت نحكي لك قبيل، على حسب التكنيك. كي يتحول منا نعاودو نهزوه نقلبوه للحفظ الصحي، لازم يكون في 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 جهاز مبرد للحفظ الصحي. وكما راك تشوف استاذ هذه هي طريقتنا، نخدموا بطريقه كما نقول لك تراديسيونال قديمه يعني، والحمد لله التوفيق من عند الله.